كل ما بنقرب شويه من النهائي بتاع دوري ابطال افريقيا فبتلاقي الكلام كتير على لعيبه الاهلي، وبتلاقي البعض بيحاول يختلق بعض الازمات وبعض الاحاديث اللي ملهاش اي موقع من الاعراب في توقيت، يعني الهدف منه ان انت تشتت اذهان اللاعبين قبل النهائي الافريقي. فانا عايز ابتدي بمروان محسن، ومروان محسن امبارح الكلام كان على ان تم القبض على مروان محسن وان هو موجود في الاسم وفي النيابه والدنيا قامت ما عادتش وكلام من الموضوع. يا جماعه ابسط من البساطه، وهنقول لحضراتكم الكواليس بالظبط بمنتهى الدقه عشان نوضح كل الامور لحضراتكم. ايه اللي حصل امبارح بعد التمرين؟ مروان محسن في طريقه للبيت مروح، فبالتحديد في منطقه الدقي، في اشاره كده في شارع معين في منطقه الدقي، فالاشاره كانت يعني واقفه، الراجل ما بيتحركش، فابتدى يتحرك، ففجاه عجله، واحد سايق عجله قطع الطريق على مروان محسن، يعني دون قصد، يعني الراجل بيعدي بس ما التزمش بالاشاره المروريه يعني. فبالتالي مروان خبطه، الراجل وقع، فكان بيتالم شويه، فبالتالي مروان وكان في زي ضابط شرطه موجود في المكان ده، فقرروا ان هم يطلبوا الاسعاف، جت عربيه الاسعاف خدت الراجل. مروان طبعا في البدايه لما وقع الولد ده فنزل، يعني ما جريش ولا حاجه، الراجل نزل من عربيته وحاول يطمن عليه، لما لقى الراجل بيتالم راح طلع قدام شويه بالعربيه، ركن على جنب عشان ما يعملش ازدحام مروري، ورجع للراجل عشان البعض قال لك ان هو خبط وجري وحاجات غريبه وتم القبض وكلام من ده. رجع للراجل اللي بيتالم، طلبوا الاسعاف، راحوا بيه المستشفى. الضابط طلب من مروان، قال له بعد اذنك بس تبقى موجود معانا في القسم بس شويه كده نشوف الاجراءات ومش عارف ايه، اتعمل محضر بالواقع، وبعد كده تم التصالح والقصه انتهت، مفيش اكتر ولا اقل من كده، يعني الموضوع انتهى تماما ومفيش اي مشكله والامور بسيطه، وحاجه او حادث بيحصل يعني لناس كتير جدا في الطريق. يعني طبعا مروان بالنسبه له الدنيا بتتضخم شويه عشان هو لعيب في النادي الاهلي وعشان هو نجم في النادي الاهلي ومنتخب مصر، لكن في كل الاحوال هي قصه زي ما انا حكيتها لكم بالظبط كده، والقصه انتهت ومفيش اي مشكله خالص. ده فيما يتعلق بمروان، واللاعب بنفسه راح معاه مع الراجل اللي اتخبط وكان معاه في كل لحظه ومفيش اي حاجه، عشان الناس قالت ان تم القبض على مروان وتم تهويل الوضع. ده فيما يتعلق